هذا وينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ علي العراضي عضو مجلس الشورى. أستاذ علي، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا برأيك ما أهمية قانون العقوبات البديلة على المجتمع وأيضا أثره في إصلاح المحكومين من خلال خدمة المجتمع أو الإلحاق في برامج التأهيل والتدريب؟ شكرا جزيلا أخ حسين، وانتهز هذه الفرصة كذلك لمسي بالخير عليك وعلى السيدة أستاذ المشاهدين، وأكيد وقبل كل ذلك أرفع أسمائيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وكذلك إلى عموم شعب البحرين بمناسبة العيد الوطني المجيد، وكذلك ذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. قبل أن أدخل يعني في عجالة إلى الإجابة على سؤالك، لابد من أن تكون هناك تحية ولاء ومحبة إلى قائد المشروع الإصلاحي والذي حمل بحق طموحات شعبه في قلبه على الدوام، فحمله الشعب كذلك في دمه وقلبه وضميره. هذا القائد الذي عودنا دائما أن البحرين تكون دائما مليئة بالأفراح، وها هو اليوم كذلك يوجه هذا التوجيه السامي لمحكومين لكي تستبدل عقوباتهم بشكل يعني يسمح لهم بأن ينخرطوا مرة أخرى في المجتمع. بالعودة طبعا الإجابة إلى سؤالك، موضوع العقوبات البديلة يعبر دائما عن السياسة العقابية التي تنتهجها أي دولة، وبالتالي فإن ظروف المحكوم عليهم كما تعلم سواء الشخصية أو الأسرية لها دائما دواعي إنسانية. هذه الدواعي تكون في أحيان كثيرة مبررة، وبالتالي صدور قانون العقوبات البديلة ابتداء والتوجيهات الملكية السامية الحديثة دائما إلى التوسع في نطاق تطبيقه يعبر كذلك عن رؤية مملكة البحرين نحو تطبيق السياسة العقابية البديلة، بحيث يتحول من أذنب وينخرط مرة أخرى على المجتمع. وأكيد هناك انعكاس إيجابي على المجتمع، لأن هذه البرامج عادة ما تكون يعني يكون بها برامج تأهيل وبرامج تدريب وغير ذلك، مما تعزز إمكانية عودة هؤلاء مرة أخرى لكي يكونوا مواطنين صالحين في المجتمع. يمكن اليوم أذكر كذلك في تصريح النائب العام بأن من استفاد من هذا البرنامج منذ بداية تطبيقه حوالي 1116 محكوم، واليوم أذن كذلك يعني وبعد يعني التوجيهات الملكية السامية سيستفيد بعد هذه التوجيهات الملكية السامية سيستفيد حوالي 530 نزيد من الذين قضوا نصف المدة. نحن في البحرين لا نستغرب أبدا أن هذه المبادرات المتطورة والمتقدمة حتى على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى العالمي دائما نعيشها في رغد المشروع الإصلاحي. لا نستغرب كذلك بأن البحرين كل يوم تعيش مرحلة جديدة سواء في هذه المبادرة أو في غيرها، وبالتحديد في هذه المبادرة مبادرة العقوبات البديلة البحرين تعيش كذلك أفراح، تقترن هذه الأفراح أيضا بأفراح البحرين في عيد استقلالها وعيد تولي سيدي صاحب الجلالة مقاليد الحكم. أعتقد أيضا من اللافت أن نشير بأن أي توسع في تطبيق العقوبات البديلة لا يأتي فقط من فراغ، ولكنه يأتي كذلك ليعبر على أن البحرين قادرة، والبحرين بأبنائها وبناتها وطموحات شعبها، وقبل ذلك كله رؤية قائدها وتوجيهات قائدها قادرة دائما على أن تكون نموذجا متطورا في الإقليم وعلى المستوى العربي والعالمي. اليوم طبعا أنا كمواطن قبل أن أكون كعضو في السلطة التشريعية سعيد بهذه المبادرة، سعيد كذلك بأن البحرين تتجدد دائما، سعيد كذلك بأن يعني هذا المشروع قد أتى بعد يعني دراسة دقيقة وبعد ما رأى القائمين عليه كذلك مدى انعكاسه الإيجابي على المجتمع، وأن هذه التدابير البديلة وهذه البرامج التأهيلية وهذا التأهيل لشخوص المحكومين ويعني وما أثر ذلك من أثر إيجابي على المجتمع. يمكن كلمة يعني أخيرة إذا سمحت لي، أود كذلك أن أشيد بجميع القائمين على هذه المبادرة
سواء من رجال النيابة العامة، من رجال القضاء، وأيضا كذلك الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية. ونتطلع دائما إلى مبادرات إيجابية ومبادرات كبيرة، والشكر دائما 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 إلى مقام صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وهو الراعي الأول للطموحات الوطنية، وهو دائما صاحب الرؤية السابقة والثاقبة والملهمة، وهو دائما ما يعودنا يعني أن نعيش مبادرات دائما تبين مدى عطفه الكبير ومدى قربه من أبنائه ومدى قربه من شعبه ومدى ملامسة الهموم وتطلعات الشعب، ومدى كذلك انعكاس هذه الروح الإيجابية على عزم كل مواطن بحريني. إذن الأستاذ علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.